فافاين مكان كذي وارين تكتا عن جروك قال كعيود كرنا قال كعيود وحوي مالها دولتي ده سوماليا لغة هري أو أي دكتور شعب كريت قبل كم يوم كسر كده حي وإن دكتور لغة دي أو أي دكتور كم نافع سلام لغة ترجع لي سلام مركزنا الشيء في هذا كور لغة لي وحياري لغوي شيء وحياة حي إن جرون كاسي ده وشدة يقبل إنت لقي جاري يحل إنت كبلن وحي إنت كدير هذا نم اللي تيجي نادو مركا هذا وحق صعدة هنا وحتى أنه هنرالي كنا يروح مركوب من هني ماما أي مركا وحق صعدة حتى ما حيتا مركا قدام يو خلاف كان سوء سبورسي وعسوء سبورسي حاوي خندرات كبيري وخندرات بسيئي والد في أباليري نمكي بطلان أوربورك أول مركورتو وحالك حشوني اسكوريمات يدوات أي تماد يعد عن ولكن وكل هذا اللي مامل كقول كمدوك بطلان يو بذا حدا بطلان يعرف بتاعي خصي سو انت وقول هذا اللي شيء في هذا الوقت اللي هو وعيه تبدأ كل وين أنا وحاكم بها انت لقوة هذا يقرون كان وحل الجاري اللي شيء سأهادو إلا هنا وكل هذا اللي وحاني قد وحد يشان وحاني وحد كتير كرا ومدان سكوت ايه الحالة أبور كرا لما بحاني وحد يشان يعرف انا وكشنو تازن واحد نودا إني كدقا عليكين وإدقاها كفوريستين سياس درسين مركا كل إدي أرنتا أنه وحان كفان سنة إني خلطاي وحان سيوتشي دينينا مرلوادي مرسدحاد با إن لكيوتشي هوشات إن لقد تشغلوا ديبلوما باعنا دوتكو وما باعنا إن لقد مارتي واحد كثيري كرا وحساسي الأبور كرا ديغان كان وما باعنا واللوغيا إنت أولادو كسو يشيري دوكان واللوغيا إنت دباكا لقلسو كلمي سياس درسين مركا إن مانتي حالب أبور كرا هبا يراك إن لسو قادو واحد معنا كيري ما واتاي إن كنتم يا هوش ميس عطا مسوا هول عاد مقشين إن قرانك كلين لسا يوم مسوا هول عاد كس عطا ما يا هوش وي سعطا يو برسيس كيري وصول مادي شغالان إن لبراب الخبا كتير بالبوري كي وحاصنا والا صعنا برسيس كيرينا دي والا صعب بلابي وصول مادي شغال إن لفلي يوم باو حتى فلين تيدي مرا فلين تيدي نا دي واحد اسكا كوغن بال فلين كرايو شغال إن والا بلابي يا شغال سيدان لصعنا أن وعن هو مقالة وركن نسو قاري قال كاي شيء يعني إن سوق وين إذا ما بدنا الوارك مركا إذا ما عاس السوق أي قال فتك هذا الوارك معين قدومي إذا ما أنا وإذا ما معنا كينين دين عبد الله لك والله أخي ولا شيء يعني إذا ما إيش كينين إن كاب كيو كين نت واحد ليهن واحد بوكا ما أنت أدري دوبي يهدي شاين إن مركا في هذا الفيلم حتى إذا ما دي لك يعني كوكا لنا إيمانا يعني هذا ويسك مقطع مركا إذا ما بيو واحد لكوبا يو واحد أنه عن كتير هنا يروي سوى جناحتك إيمالا يعني إذا ما بيو كم ممنوعة إن إذا لك يعني هذا قرشا لكو ما يتين كيرين دكو ما يريشين دكو سيدا ما يترين ما يتين يشين وان وان إيو ولا لنمهم بها تكور داك كتير في هذا الفيلم مركا إذا كي لك يعني أما وحي لك وحي لك يعني واحد سيا بورا يعني حساس يبني فيك عين يعني إن لكيوتيون بيهايدة إن مانتا زيدان سوق قالك عيض لك يعني وحكو شل سوقي ياما يعني سليها حلبة الوقاري ياما إن قدوم يا مركا لقريبو إن عريمها نجيرا إن إنت وربعين تهذا الكلام مرين لها أما أسكو مرين لها هيدين سوى كما في عنا إن مسؤولين تماماً قبل كمدوك يوسيو قال قدوكي لبضا دناعبا على إنت لو ذاك تان نسيب الوحلا وقبتو إنت وربعين تهذا الله أسكو مرسين وربعين تمانتي سوماليا إنت عدل سوء تبا سيدا بلند وربعين تهوكا لسومسيا مركي دوتكو إنتي ولا حلان استان وعيان والو خسمي هاي إن أركتدا عدلي هاي أدوكو وفي مسؤولات هاي فكر كعب قبتدا ما إذا دكت الشعب كتكتم يسأي قبان إن الميديا مرسيدة وخاص بنتاي أنا قد يدو تشيرو شي سينيت يهدي كيران مملكة بطلان إنتوا والله هذا المي لأن كان هلا شو تشينا وانري إذا دكت شو تشي مكان أو عارين تاس سطح الكشي شو تشينا ما تشينا في هذا المكان مكة عارين تاس واحد من أي تاي أما تبغى تاي كيل كرتو أما ما رك يعني هذا بعيسن كمانين إن هنتي دلوقتي شعب كره قبل كم يوم ولي هاي إن بلوغوني أما ما ملغوني إنه شرطه هو سمايستو إن سمعني نام شيعنو واحد جديد يا مثلاً زيادة عن هاي نانا نام رئيس إن هذا
dagaal ka ay waa ognahay dagaal baa ka dhacay dad badan baa ku dhintay kuwa ku barabaxeen dalkaada abaar baa ka jirta marka soo ma fiicna in aad adinka transfer sameysaan hadii ay dhacdo in Puntland garoonkiiga la kacay ay dhiseyso in aad adinka nafsirkiina galmudug ahaan aad transfer sameysaan oo arinta bal xaalada lagu jiro xilligan in ku soo beegin waxa ay dagaalka lahaa inay dhacdo aad baad umahadsan tahay way fiican tahay soomaaliya oo dhanba maanta dagaal uma baahna heshiisiinay u baahan tahay gaar ahaan gobolka midig dagaal iyo xamaasad iyo wax dhicin kara uma baahna laakiin waxaa la yidhi soomaalida waxay ku maamaaday far keliya fool ma dhaqdo waxa weeye far keliya fool ma dhaqdo waxaa laga wadaa dhinac keliya waxba kama socon karaan sida mas-uuliyiin oo dhinac sideenoo kaleeto masuuliyadi saaran tahay oo wax garad ah unbaa dhinaca kale kasoo jeeda waxaan anagu aan fahmayno ama aan arkayna iyaguna nala askaan unbaan u baahannahay shacabkuna waxaa lagu mateli karaa wax run ah oo daacada unbaa lagu mateli karaa haddaad mas-uul tahay shacabka kuma mateli kartid kaana akrisan u maayo waxa saga dhibaato ku ah babarin ka maalin waxa way dhibaato u keeni karaa ayraboorkan waa ayraboor gobolka midig uu leeyahay Puntland gooni uma lahan galmudugna gooni uma lahayn waana lagu wada manaafacsan jiray dowladii siyaad darahantii ay ka tagtay unbayna ka mid ahayd weliba waxaan kuu sheegayaa deegaanka wuxuu ku yaalay ay galmudug gacanta ku hayso oo dadkeedu gacanta ku hayo unba ayraboorkana dhul ahaan ku yaalay sidaas darteed marka in laga wada tashado haddii wax la wanaajinayo iyo haddii la sameynayo in laga wada tashado labada maamul ka wada tashadaan ay ka wada hadlaan ay wax sunal dhigaan shacabka lagu qanciyo waxaas iyo wixii kaleeto jiraba lagu qanciyo sidaasun bay ahayd laakiin ma aysan ahayn inta Puntland intay go'aan kasoo gaarto inay go'aankaas ay ku dhisaan ama ay go'aankaas ay fuliyaan inay isfuliyaan ma aysan ahayn baan filayaa ugu dambeyntii gudoomiye marka haddii ay dhacdaba in Puntland ay garoonkaasi dhisto oo dhismihiisa ay bilowdo galmudug tallaabada ay qaadayso maxay tahay horta anagu kuma baadayno dagaal iyo dhibaato ma ku baadayno waana ka digaynaa weliba intaan ka digi karno aan ku dadaali karno waana ku dadaalaynaa laakiin waxaan leenahay Puntland waa dad walaalaheena waa dad siyaasiina waa dad waxgarada ha ogolaadeen garoonkan in laga wada hadlo waxna layskala meel dhiga ha ogolaadeen haddii aysan ogolaan oo sidaa garabka ugu saaran yahay uu garabka ugu saaraadana wasiiraddii ka timaada ama haddaba ama horeysa dadka